اليوم بدنا نعمل مراجعة للتحدي العاشر من تحدي 30 صورة، ألا وهو أنك تصور فانوس رمضان بستايل فيوتشرزم. لكن قبل ما ننتقل للإنترو، في ملاحظة مهمة جدا يا حبايبي بدي تنتبهوا عليها. في ناس بعثت لي على الانستغرام مبارح أنه يليو أنا آسف ما فهمت الشرح اللي عملته بالفيديو عن الستايل فيوتشرزم أو الستوريز. حبيبي أولا ما تعتذر، المشكلة مش منك، المشكلة مني. عمرها المشكلة ما كانت من الطالب، دائما من الأستاذ. فما تعتذر، ما تحس أنه أنت غلطان، هذا أهم إشي. ثانيا اطلب مني على الانستغرام ارجع اعيد لك الشرح مره ومرتين وثلاثه واربعه، ما في اي مشكله. ثالثا هلا اتوقع زي ما صار بستايل الفينتج، انا بس ابلش مراجعه للمشاركين الثانيين وتشوف الصور الثانيه راح تتوضح قدامك ستايل فيوتشرزم اكثر. فما تقلق، ما تحس بالخوف، استنى يخلص هذا الفيديو وبعدين ابعث له على الانستغرام. خلينا نبلش هسه. ننتقل للصور. أخذت ملاحظاتكم صحيح مبارح، شفت أنه ما عجبكم الثلاثين ثانية وما كانت الفيديوهات مملة زمان، فبعتذر. فخلص راح أكمل على الوضع الطبيعي زي ما كنت أعمل بالفيديوهات القديمة. تمام، نبلش بهاي الصورة. ها في اسم تحت، حلو، صهيب عبد ربه. ليش صورة مبكسلة هيك؟ إيش صاير؟ أنت شكلك مستخدم تطبيق، ابعد عن التطبيق اللي استخدمته مشان تضيف هاي الألوان لأنه بيكسر الصورة، تطلع بخرب بهاي الصور. أفضل إشي تستخدموه أدوبي لايت روم وسناب سيد حبايبي. بس بكل الأحوال أوكي، ألوان، إضاءة فاقعة جدا الألوان، الفانوس مع الانعكاس جميل، تكوين سيمتريكال تمام للفانوس، جميل، مبين إنه جاي من المستقبل. شكله غريب. هلا لو ضويت نفس الفانوس، يعني ما تضيف بس فلاتر على الصورة، نفس الفانوس إنك تخلي الإضاءة عليه ملونة، أو شكله غريب جاي من المستقبل، وتضيف أشياء زينة على الجنب. تمام حبيبي. بالنسبة لبلال بيكسل، أوكي اللون الأزرق، إيش هون عامل؟ لا سوري، في صورة تحتها. طب لا خلينا نشغلهم واحدة واحدة. يلا أسامة قضاء، تمام أسامة، يا أسامة جميل، في ألوان منه، فيه شكله شوي غريب. هلا نفس الفانوس ما راح تقدر تعدل عليه إذا ما بتعرفه بالفوتوشوب، فحاولوا تلعبوا بالزين اللي حوالين الفانوس، تضيفوا أشكال هندسية، بلكسي جلاس لونه غريب إلى آخره. الإضاءة هي بلشت تضيفوا إضاءات، حلو، يعني هذا جزء من الفيوتشرزم، الإشي المستقبلي عكس الفينتج، فممكن هيك شوي اختلف عليه كل ستايل. تمام، والصورة بالنص ما في أي زينة حواليها. تمام، مثلا 2050 بلال جميل، بس القمر ممنوع يكون زي هيك، بدك تفتحه على الآخر. استنى شوي، القمر بده يكون كثير ضاوي حبيبي. خلينا نضويه لأنه هو مصدر إضاءة، زي هيك كثير الهستوغرام تاعه كان قليل. تمام، فهلا لو أطلع على الهستوغرام هي القمر هون صار بالمنطقة الفاتحة. هيك أحسن شوي، راحت منه التفاصيل اليوم، ممكن أنزله زي هيك بس كان كثير كثير غامق. تمام، هذا فانوس حديث، اطلع كيف شكله غريب، هيك الكتروني كذا، ممتاز جميل، اوكي ما في مشكلة. هذا الجلو هلا التصميم انك عامل التوهج، ما في مشكلة. ليزر بالفضاء عامله، سفينة فضائية 2050، حتى الفونت، شكرا، حتى الفونت هيك شكله رقمي غريب شوي حديث، جميل، ممتاز. عجبني التصميم، ليزر فانوس رمضان. بس شو فكرة الليزر، ما عرفت من القمر وكذا، ما فهمت، بس حلو جميل. هذا فيوتشرزم هيك، الليزر والخطوط. وهاي هون اوف، هذا ستايل لوحة. اتوقع صاحب الصورة في اسم، لا شو هاي لوحة، هاي مراي من هون، شكله في مراي، وهاي شاشة وراها اللوحة. أتوقع أنك دورت على الفيوتشرزم بالإنترنت ولقيت هاي اللوحة، ممكن حطيتها خلفية للفانوس. تمام، بس الفانوس مقصوص، هذا أولا بدنا إياه يبين بالصورة، لأنه ما في داعي القاعدة هيك تبين وراسه مقصوص، وهو على اليمين. تمام، ما في إشي على اليسار غير اللوحة والخلفية. أوكي تمام، تجربة حلوة، الألوان مختلفة، بس هذا ستايل ارتستيك مش تصوير. حلو، أوه
في اسم، استنوا شوي. نورموس، حلو، من جوا الفانوس مختبر. اوكي القمر جميل، اللون الاخضر راسمه بالضوء لاستخدام الفلاش، جايب الليزرز. تمام تمام جميل. الالوان الفاقعه مستخدمه بس كرتون. المشكله ما في قزاز تجيبوه او الواح قزاز، يعني حتى انا عندي بالاستوديو بستخدم للتصوير بس انتو يعني انا جايب اشياء مخصصه فصعب انه انتو تلاقوها. مقدر ما في مشكله، بس لو جبتوا اسمعوا الصور الجاي جيبوا من المكتبه السلايدات هاي الملونه، جربوا ضيفوها بدل الواح قزاز، شوفوا ايش ممكن يطلع معكم. يعني هيك لو تضيفوا هاي الالوان كلها جنب بعض، هاي هيك صدفه طلعوا قدامي، ممكن يعملوا جو بالصوره. عاد عن هيك يفضل بتصوير المنتجات او البورتري او اي تصوير تبعد المنتج عن الخلفيه، خليه بعيد ما تلزقوه. بس ما في ملاحظ ثانيه بالنص، يمكن بس هون الفراغ ازود بس ما في مشكله. بديش احكي عن نظريه الالوان كيف ممكن تختاروا الوان احسن. ابو طبنجه تمام، هيك اشكال هندسيه مستقيمه، اللون اصفر احمر، شكله هيك قزاز مختلف، مربع هندسي خطوط مستقيمة. جميل 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 وبسيط. طلع التكوين هون هيك، انت دارس تكوين يا ابو طبنجة ولا طلعت معك هيك بالصدفة؟ جميل، لانه هاي تقريبا ماشي على تكوين الاثلاث، قص الصورة زي هيك وزي هيك. لا مش كثير بس يعني لو ميلت الخط اكثر، بس جميلة. واللون الزهري والاصفر تمام. رمضان كريم رمضان كريم يا حبايبي، معقول انا ما حكيت رمضان؟ لا حكيت ابو الفيديو تمام، بس للاحتياط كمان مره رمضان كريم يا قلبي. جميل. ايش هاي قصدير؟ هاي صوره ولا فوتوشوب؟ لا مين كندا؟ كندا ما تحكي لي هاي صوره جايبه قصدير انت على البيت ومصوريته؟ هاي مش قصدير، هذا ايش فويل ولا ايش؟ جميل. جميل جدا، الضوء كيف هيك لامع. اوكي تمام، هذا التليفون انا هلا استوعبت. تليفون عليه صورة الفانوس. اوكي تمام، هاي صورة مش فوتوشوب ومركبيتها على الخلفية. جميل. تمام، مع اللمعة هاي، هاي اللمعة الفلير، هاي بنسميها فلير اللي هي لمعة الاضاءة بالصورة، اذا بدكم تدوروا على هذا الافكت يعني وتضيفوه على صوركم. بس جميل جميل. اوكي بتمنى لو كان فانوس حقيقي كانت راح تفرق، بس فكرة حلوة. اوف هاي مختلفة، هاي شوت اوف مختلف كثير، اشكال هندسية والله مبينة 3D هاي. اوكي جميل، شكل مختلف ابيض. اوكي جميلة وبسيطة، لو ضفتي ليزرز بس لا مبين انه مستقبلي، لانه طريقة الأشكال الهندسية هون مبين كأنه صورة جميلة. هاي جميلة جدا، حس حالي شايفها من قبل مش عارف ليش، بس جميلة، الستايل حلو هون. أوف أوكي، بلشت شبيبة تتعلم فوتوشوب، قلت لكم من أول ما بلشنا التحدي هاي المسابقة للكل، للي بيعرف فوتوشوب، للي ما بيعرف فوتوشوب، للمصمم، للمصور، للكل، استخدم الأدوات اللي بدك إياها المهم تعطينا نتيجة. جميل، هذا مبين سحري، فانتازيا مش مستقبلي، فانتازيا الجلو والقمر جوات والفانوس. بس فكرة تخيل لو كان جد الفانوس جدا ضخم، هاي الموديفاي اللي حكينا عنها مبارح بالسكامبر، لو كان جدا ضخم بنحط جواته قمر ممكن. جميل، لما ديزاين لما لقطت الستايل فورا بالتصميم، حلو، اشكال هندسية وخطوط اضاءة الوان تمام، والفانوس بالنص. اوكي بس كبريه كثير صغير، يعني لو كبرتيه شوي ما في داعي لكل هاي الخطوط، لانه شوي ضاعت هويته كفانوس. والله ممكن نحكي عنه من بس جميل، كبريه كبريه لسه بكير تبلشوا بهاي الاشياء. نشوف اللي هون، اوه ليش ما بتحطوا اسماء يا جماعة الخير؟ جميل هون، تكوينها جميل، الوان فاقعة، مستخدمة نظرية الالوان، اللون الاحمر مع اللون الاخضر. جميل اوكي،
وهادية مي ستايل مي أنا عارف المينيمال زي ما حكيت لكم من الفيديوهات الماضية خلص صار واضح بصمتها صارت واضحة اللي هو خلص ما في إشي بالخلفية بس الفانوس زينة بسيطة جدا حلو بصمة بس بلش بشي جديد جربي ستايل جديد يا مي تخيل بعد هذا كله ما تطلعش مي ما فيش اسم لأنه هون إيهاب أوف هاي مش صورة هاي صورة آه والله صورة بس لا يا رجل مستخدم ألوان الكيس اللي عندك الار جي بي الكيس جميل أنا هلا استوعبت هاي مروحة كمبيوتر كأنه طب شو هاي السلاك آه أنت حاطه جوا الكيس تمام يا ابن الذين حلو حلو بس ليش ما ضويته جميلة اسمع للحظة فكرتها فوتوشوب يا الله اسمع لازم تعطيني ما وراء الكواليس نزلها ستوري بدي أشوف كيف عاملها بتجنن أشوف هاي اللي بعدها والله وصلت كل فكرة تمام هلا جميل جدا شكله غريب قزاز والخلفية جاي من المستقبل تمام بس لو كان زي هيك اسمعوا اذا بتحبوا توجعوا راسكم اذا بتحبوا توجعوا راسكم انتوا حرين اقرا عن ستايل التصميم اللي بسموه الفن الارت ديكو للمصممين خصوصا اذا بتحبوا توجعوا راسكم لانه هاي وجع راس زياده وفي ارت نووفو نيووفو شيء هيك ني وفو الفن الحديث في التصميم والفن نحكي الكلاسيكي الى اخره شوفوا كيف ليش كانوا يصمموا الاشياء يعني مثلا هذا الفانوس اظن انه هذا ديكو ولا نووفو نووفو استنوا هذا ديكو اللي هو فيه زخرف شكله جميل الى اخره النووفو اللي هو الحديث هذا نوع تصميم احنا بنحكي لسه مش بس ستايل رسم فهاي الستايلات اذا بتحبوا توجعوا راسكم شوفوها واقرأوا عنها شوي اذا حابين تتثقفوا اكثر وبتحكي عن تصميم المنتجات هاي للمصممين الثري دي مهمة جدا الانتيرير والاكستيرير فما هي شكلها جميل بس مقصوصة بدنا ننتبه من تحت طيب هون فانوس اوكي هذا الشتر بطيء هون مصور بس ما في اسم انتبهوا للاختصاص جميل بس هاي مبينة زي حرب هاي مش من المستقبل لو ضفت ألوان ثانية غير الشرار الأصفر أو هذا إيه الشرار ولا حبل أشوف الخط والله أظن إنها حبل هاي مش شرار مش عارف مش قادر أعرف لأنه في خطوط مقطعة هون الشرار ما بيمشي بهيك خطوط فشكله غريب مصدر إضاءة غريب شكله قلم أو حبل بعرف شو هو في اسم ضحى فوتوغرافي لا ما تحطوا الاسماء زي هيك انا يعني صفنت للحظه خلاص صار معروف للعين انه الاسماء بتكون تحت عرفتوا ما في رسام او فنان بحط توقيعه على الجنب خلص تعود تكون هون او هون حبايبي لانه انا للحظه ما لقيتها مين امبارح بعث لي ستوري انه هو اسمه مختفي اسلام كان خافي اسمه هون لا انت ما بدك تخفي اسمك بدك تظهر حلو انت فنان هاي لوحتك بدك تبرزها بس كمان ما تخرب اللوحة بنفس الوقت بدنا ننتبه لهي الشغلة نشوف هون اوه حلو سالي السندس ايش هاي كرسي كأنه مع ضوء هاي بدي اشوف ما وراء الكواليس هاي فوتوشوب ولا صورة شو هاي كأنه مش هاي تاعت الأرجيلة يا جماعة الخير ولا لا ولا هذا الصحن الاشي غريب بصراحة اللي بالصورة جاي من المستقبل سفينة فضائية غريب بشكل إيجابي مش شكل سلبي يعني بدي أعرف كيف انعملت يعني مين اللي كان حاط الفانوس بالكيس وين راحت ناسي بس أتوقع عم بحاول أستوعب إنه كيف انعملت أيوة زي هاي إيهاب فإيهاب أنا قعدت لحظة لاستوعبت إنه هذا الكيس الكمبيوتر بس هاي كيف الإضاءة طلعت معكم هيك مخي بيحك بصراحة بديش أطول كثير عليها لا يعني لا تدخل تكسر مخي بدي ما وراء الكواليس نزلوها اجود اسلام كثير اللون قوي هون
ولا اسمع خلي الاسم هيك بدك تعامله كأنه عنصر تكوين يعني خلي شوية فراغ من هون فخليه زي هيك اسلام واسمه هي اسمه واضح هالمرة اوكي جميل فانوس هيك الليزر اتوقع هيك يعني ممكن نحكي عن ستايل الفيوتشرزم اللي هي الالوان الفاقعة جدا اضاءات الى اخره بس بدنا الفانوس يكون مبين يا جماعة الخير ما تخلوه اسود حلو 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 جميل والالوان الفاقعة جميل ممتاز اضاءة تمام التركيز على ستايل الفانوس لا يفضل انتبهوا حبايبي لا يفضل انك تصور منتج او اي شيء وفي انعكاس وراه هيك بتشتت المشاهد هذا خطأ بسيط للمبتدئين لكن بعمل مشكلة كثير كبيرة فابدا ما تنعمل هاي الحركة انت كأنك بتصور حتى لو كان عندك منتجين حاول تفصل بينهم فبس بدنا ننتبه لهون هاي ملاحظتي موضوع الانعكاس وراه بالنسبة للإضاءات حلو اللون الأصفر لكن لو قدرتي تلاقي طريقة ثانية تضيفي تصاميم وألوان على الصورة زي هاي شفتي المشاركين الثانيين أوه. هاي ستايل في يعني في مين بصمته زي هيك هذا ستايل أنا عارف مين الاسم مش موجود بس أنا عارف مين اللي صور هاي الصورة بالمسابقات الماضية بالتحديات الماضية يعني نفس الستايل نفس التفكير بس مش مي مي ما راح تعمل هاي الحركة مين هون ما بعرف هذا الشخص صراحة اكتبوا اسماءكم ليش ما بتكتبوا اسماءكم خلينا نعرفكم يا شباب بس حلو كيف مرر الضوء من هون اوكي هلا اللي بتسأل كيف هاي الخطوط عم تنعمل حبايبي هاي خاصية بالكاميرا بدك تبطئ هلا بدي اقعد اشرح عنها قصة اكتب على اليوتيوب الرسم بالضوء او light painting هاي light painting انا بس يخلص تحدي 30 صورة ان شاء الله راح اعبي لكم اليوتيوب كله فيديوهات تعليمية تمام light painting فتدوروا عليها راح تلاقوا كيف تنعمل هاي الاضواء اوكي بس جميلة هاي جد مبين من المستقبل الالوان الخطوط الضوء جميلة جدا هون اوف اوكي ستايل غريب فلتر في اسم مين ممكن يعمل انا بدي احاول يعني صار هيك في كونكشن بيني وبينكم فبدي احاول اعرف مين مين صاحب هاي الصورة مش قادر اعرف صراحة بدنا اسماء يا جماعة خير طيب جميل بس غريبة جدا هاي الفانوس في الوان الفلاتر عامل شغل يعني هاي تعتبر لوحة هيك ستايل غريب ممكن نعتبره فيوتشرزم مش مبين انه حديث في اشكال هندسيه والوان بس لو والله ممكن نعتبرها كلوحه مش كصوره كرسمه يعني لان الفلاتر كثير لغت الصوره مثلا هاي جميله بس هاي صوره لا هاي اوكي بقولها هي مش صوره فانوس مركب على خلفيه تمام بس حبايبي بدي تحاولوا تبذلوا جهد بالتصوير مش بالتصميم يعني هاي جهدها قليل جدا انت بس جبت خلفية وحطيتها ورا الفانوس فلا بدنا نتعب احنا على نفس الصورة انتبهوا حبايبي لهاي الشغلة المايك عندي شغال تخيل بعد زي مبارح قعدت اصور طلع ايش اللي مش شغال السكرين ريكورد ايه شغال السكرين ريكورد اخف ايماني تخيل اغلط غلطة مبارح اوه جميل جدا هاي فيوتشرز الفانوس الافتراضي متوفر الان على متجر الواقع الافتراضي ميتافيرس صح فيرتوال صح 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 النجمه هاي الفلير هاي اللي بالنص ما لها داعي بس ممتاز جميل هاي اللون هذا مبين هيك من المستقبل يعني احنا بنلف وندور احنا بدنا نبين الصورة جاي من المستقبل هذا اللي بدكم تفكروا فيه حبايبي أو المنتج كيف الفينتج مبين أنه كثير عتيق وقديم الصورة نفس الإشي لفيوتشرزم تمام أوه مين هاي معتصم نمري عامله سفينة أو مكوك فضائي أوكي جميل جايب من المكتبة الأرضيات جميل تمام هاي لو خليتها مراي قصدير هلا اذا هذا قصدير حبيبي
انت مش ضوي صح، انا مش عارف هذا قصدير لامع ولا بس ورق ابيض. اذا بدك يكون والله هيو فيه لمعة خفيفة. الاسطح العاكس اللي زي هيك اذا بدك تضويها صح بدك تجيب ضو طولي انبوب شوي، ما راح يزبط تضويها بفلاش تليفونك، راح يطلع نقطة بيضة. فانت يفترض انه تضويها هيك بشكل يكون خط مستقيم مشان يبين اللمعة تاعته. في فيديو شرحت فيه عن معضلة الصندوق الفضي، احضر وراح يفيدك بالتصوير هذا احنا بنحكي هون. جميل جميل. ايش هاي الورق؟ هاي كمان لايت بينتنج، الرسم بالضوء. تمام اوكي، هيك الخطوط هاي البيضة، الفانوس، بس هيك انتو خربتوا على الفانوس، بدنا ننتبه. اوكي جميل، تطبيق جميل، بس انا مش عارف شو هذا الاشي اللي ورا صراحة، مش قادر اعرف شو هو ابدا، مش قادر اعرف شو هو. يعني الفانوس مبين غريب، بس هاي اللي ورا مش عارف شو هون. ماجد، هاي الصورة انت مصورها وضايف عليها 3D حبيبي، مش عارف شو هاي. الاولا هذا مصور في بيت هاي مبين من هون، هاي مش 3D، مستحيل هاي 3D. هاي في حدا لابس بلوزة حمر هون هاي هون، فهاي هاي القطعة كأنه مصورة ببيت، مش عارف. والباقي ما بعرف عنه. جابة لأعرف ما وراء الكواليس. ايش هاي؟ هذا سقف بيت، إضاءة سقف. فهاي شكلك انت مصور كل قطعة لحاله ومركبهم، ومبين اشي من المستقبل. واو شكله غريب جد، تخيل فانوس رمضان زي هيك، جميل. تمام، مش آسف على الأصوات اللي عم تطلع حبايبي، بس الشاحنات خلص ما بتلاقي غير هسة. نشوف هاي الصورة، بس خليني أشغل تايمر 10 دقايق مشان ما أنسى تطفي الكاميرا. هان تصميم شعبان 30 الفانوس برا، بس هاي مبين. عصام عصام، هاي أول تجربة لك بالفوتوشوب يا معلم، ما تركنوا كثير على الفوتوشوب حبايبي، خلي التصميم لشغل مصممين وخلي التصوير لشغل مصورين. قلت المشكلة مش لاقي غير لي وحماتي اللي تعلق معاه بالفوتوشوب، انت فاهم؟ لأنه قبل ما أكون مصور أنا كنت أشتغل بالفوتوشوب حبيبي. طيب، لأنه الكلمات هون مش واضحة كمان، بعدين تاخذوا سيلفي، شغلوا هالفانوس يلا على الأرض. في قصة حلو. يعني هاي موضوع القصة والستوري تيلينج راح يخليه للنسخة الثالثة من التحدي، بكير نحكي عنه هسه. بس جميل جميل. تعال رمضان، أوكي الفانوس هون. هلا التركيز على هذول كلهم يعني أكثر من الفانوس، فإحنا بدنا نخلي الفانوس هو اللي بالنص وهم يطلعوا عليه، بدنا نخليه هو أكبر إشي بالفريم الأرض. تمام تمام. يا إخوان عم بتفاجئوني بستايلاتكم. صحيح مش مبارح ختمت الفيديو كنت أقولكم إنه كل واحد فيكم مبدع بأسلوب الخاص، فهي واضح بلشتوا تشوفوا ستايلاتكم. شكل شكل، روحوا اقرأوا على الفنون، شوفوا الحركة. كنا بين لما قعدت مع الدكتور محمد موسى انه كنا بدنا نشوف المدرسة التكعبية والسريالي وقصة، فمش عارف اقرأوا عنهم بلاش اجبركم عليهم. شوف اللي بعده. جميل. اوه انا استخدمت الاسكامبر انه لو كان كثير صغير سرة. تمام، ورقة علاقة انه الفانوس، بس هل مبين بستايل مستقبلي؟ بدنا نبين انه من المستقبل. جربي حطي وراء التلفزيون، تلفزيون او تليفون خليها خلفيته بما انه كثير صغير، وغير خلفية التليفون، بس بدنا الوان وليزر وهيك حركات زي هيك مثلا. احمد ابو حمدي، تمام جميل، اخترت صورة من الانترنت. تمام جميل، هيك جاي من المستقبل، مبين انه فيوتشرستيك، فيوتشرزم. جميل بسيط هون. اوه قبل ما اشوف اسمك يا هلا عرفت انه ستايلك، خلص صرت حافظ بصماتكم. جميل انه الفانوس تطور، نعمل له موديفاي، صار انه على شكل كوكب. يعني لو بالمستقبل في حدا بدي يبيع هذا الاشي راح يبيع الفانوس يخليه على شكل كوكب، ممكن. جميل الفكرة، شكرا. مع الالوان جميل. وصلتني انا،
ومستخدم هنا الكلر ثيوري اللون الزهري. خلينا اطلعه بس مش قابل يطلع خلاص مع اللون الازرق. ممكن تمام نشوف هون محمود يا محمود تمام هي رسم بالضوء. ما هو كمان بدنا ننتبه لشغله حبايبي، مش بس انك ترسم بهيك شكل عشوائي، اعمل الوان ثانيه، اوكي ارسم نجمه ما بعرف، بس انه مش بس انه ترسم بالضوء خلاص. وغير هيك الصوره مايله، لاحظ انا عم بطلع هيك، فانت الصوره مايله، انتو شكلكو ركزتوا بالستايل التصوير اكثر من الصوره نفسها، فهي هيك تمام. هي قبل وهي بعد كانت مايله، انتبه. نشوف اللي بعدها. اوكي ياسمين، عندما تمتلك الضوء في داخلك تراه خارجيا. اوكي جميل، ليزر، الالوان الفاقعة جدا. بس بدنا ننتبه احنا مهملين الفانوس، يعني حبايبي انتو صرتوا مركزين على الستايل التصوير اكثر من الفانوس. انا متفاهم هذا الاشي لانه اول مرة بتعمل هاي الحركة، بس للتحدي القادم ركزوا على العنصر مش بس على الستايل. اوكي انا سعيد، انتم مش مستوعبين اللي عم بصير. افتحوا الانترنت دوروا على فانوس، مش فانوس، دوروا على صور بستايل فيوتشرزم ما راح تلاقوا. فانتم تقريبا اول دفعه، هذا انجاز. انسوا انه الصوره مش حلوه يا ليو، انتم بتعملوا اشي جديد، هذا لحاله خيال. دوروا اقول لكم هلا على فانوس، يمكن ما تلاقوا صور، تلاقوها بصور عتيق، لكن فيوتشرزم وفانوس ايش، فهذا اشي خرافي. انتم تطلعوا الصوره الاكبر يا حبايبي. نشوف هون جميل، بس العناصر بدنا نبعدها عن بعض. هاي بدها تيجي لهون، مين هون الاسم؟ راويه. اوكي الفانوس مع العاب ستار وورز، هاي بدها تكون هون، والجنود واحد هون واحد هون. هاي صوت الشاحنه، انا اسف. وهاي هون، اوكي بس بضل في فراغ هون. هاي من المكتبه جايبينها الخلفيه، حلو مع هاي الارضيات. حاولوا تجيبوا مش اضاءه ملونه، روحوا على المكتب جيبوا سلايد، بسموه سلايدر تاع الكتب، وحطوه بس على التليفون، على فلاش التليفون راح يقلب لونه حبايبي. فاي انا بس اضوي الفلاش، خليني اطفي الكي لايت عندي. وين راح؟ هي شايفين بقلب الالوان، هي اصفر مثلا، هي اخضر، هي ازرق، وهكذا. فجيبوهم من المكتب حبايبي، ما بكلفوا اشي، حقه شيلين يمكن، فحلو يضلوا عندكم كمان اذا بدكم تكملوا بموضوع التصوير. بالنسبة للفيوتشرزم راح يكونوا ثلاث تحديات، خلصنا واحد فانوس، وفي بكرة وفي بعده حبايبي. تمام نشوف الصورة اللي بعدها. روز فوتو، رمضان كريم، هي خط ليزر تمام. سوري رسم بالضوء، الفانوس واللوجو. لا اللوجو مكانه مش هون، لازم يكون هون تقريبا، لانه عندنا عنصر والدائرة بدها تكون شوي لهون مش تحت، بس ما عندي مشكلة ثانية. اوكي جميل، هدى عبد جميل، مستخدم التنصيص المتماثل سيمتريكال. اوكي عنصر على اليسار على اليمين، على اليسار على اليمين، ومقسوم هذا من النص يسار يمين. ليزر ازرق، كل شيء ازرق. لاحظوا انه الفيوتشرزم عكس الفينتج حتى بالالوان، لان الفينتج على الخشب والتراب والقديم والعتيق، الفيوتشرزم الليزر والاضاءة والى اخره. ننتقل لهون، استنى لسه عم بصور. حلو معي وقت. جمان جواهري، حلو جميل. بس هاي صورة ولا 3D؟ هاي جميلة جدا. ما عندي مشكلة تستخدموا الفوتوشوب يا حبايبي، انا ما في بالشروط انه ممنوع تستخدم فوتوشوب، انتوا حرين. بس كمان انتبهوا انه كمان بدها تطلع الصورة حلوة، انتبهوا لهي الشغلة. هاي الصورة جميلة جدا، وبين انه اشي من المستقبل، ممتاز. هون نور، حلو خط ليزر، واستخدمت نظرية الالوان، خلفية برتقالي اللون الدافي مع خط الليزر الازرق تمام جميل. رسمت حواليه، اوكي تمشي. بس هل هي مبينة هاي من المستقبل؟ لا، لانه بدنا نهتم كمان بالخلفية. اسأل حالك هذا السؤال، مبينة ان الصورة من المستقبل او لا، راح تريحكم. نور الضحى، التركيز هون مش على الفانوس اولا لانه كثير صغير، مبين على الشاحنه واللي هون. طب يا ليو انت قلت لنا خليه كثير صغير،
يعني الفكرة انه لو كان كثير صغير ممكن يوسع جواته ناس، ممكن ينحط جواته القمر، بس مش هو نفسه يصغر بالصورة. احنا بنحكي كفكرة إبداعية. بالنسبة لخطوط الليزر انت كنت ضاوي الغرفة وبتصوري، مشان هيك مش مبينين كثير. بس جميل، محاولة جميلة. واو، يعطيكم العافية، رهيب. يعطيكم العافية حبايبي، رجاء تشوفوا الصورة الأكبر، ما تطلع انه يلي صورتي سيئة مقارنة بالبقية، انت شوف الصورة الأشمل. هاي أول محاولة إلك بإشي جديد أصلاً على مستوى العالم، مش على مستوى، ما حدا يمكن جربه من قبل. أوكي، ما شفت مصور دخل الفيوتشرزم بالتصوير، خلص تركوه، يمكن ما سمعوا عنه. في ناس كثير بعثوا لي يلي أول مرة بسمع عن الفيوتشرزم أو إنه في إشي موجود زي هيك. أنا معاك، هاي هذا هو فكرة التحدي، إنه إحنا نحاول بأشياء فنية، مش تصوير وخلص أبيض وأسود بورتري لاندسكيب، لا بدنا إشي فني، حركة فنية. أوكي، بكل أحوال حبايبي، بالنسبة للتحدي الـ11 أو التحدي الـ11، مطلوب منك تصور إبرة وخيط بستايل الفيوتشرزم، تمام؟ فهاي مطلوبة منكم تصوروها بكرة، بس ركزوا معاي، هم يكونوا موضوع الصورة حبايبي، وفي زينة حواليهم وألوان وإضاءة إلى آخره، فهم بيكون العنصر الرئيسي بالصورة. طيب كيف ممكن نخلي الصورة إبداعية وخلاقة؟ قلنا بنستخدم طريقة سكامبر. خلصنا الأربع طرق الأولى، ننتقل هلأ بعد الأم اللي هي البي. البي المقصود فيها put in another use، استخدمه لغير استخدامه الأصلي. يعني أنا عندي الكاميرا بستخدمها للتصوير، فممكن أعمل هيك فكرة إبداعية فيها، أنه ممكن أستخدمها كطابة باسكت. طيب لو استخدمها كطابة باسكت إيش بيكون عنوان الصورة مثلاً؟ يعني أنا عم بستخدمها لإشي غير اللي هي مصنعة إله تماماً. أوكي، مثلاً باور بانك، إيش أنا ممكن أستخدمه غير إنه موضوع الشحن؟ ممكن للمحفظة، ممكن كيبورد مثلاً لللابتوب، أحط عليه كبسات وبين كيبورد، ما بعرف. ممكن إنه قصيدة أو يطلع أفكار يطبع، المهم إنه استخدمه غير إنه يشحن طاقة التليفون. ففكر، ممكن استخدمه للأكل، ايش ممكن يعمل؟ انت فكر كيف الإبرة والخيط تصورهم صورة لكن بغير استخدامهم الطبيعي. لإيش ممكن انت تستخدم إبرة وخيط؟ اشي غريب يكون، تمام؟ فهي فكرة الكرياتيفيتي او الإبداع بالصورة. شكرا حبايبي لجهدكم، انا سعيد جدا، برجع بعيد وبكرر، طلع على الصورة الأكبر والأشمل، انه انت عم ترفع من مستواك، عم تجرب أشياء جديدة. إذا لسه ما وصلت فكرة الفيوتشرزم، ابعث لي على الانستغرام حبيبي، وأنا راح أشرح لك بشكل خاص، وما عندي مشكلة ترن الفيديو نتواصل مع بعض أشرحها قدامك، تمام؟ فما تستحوا من هاي الشغلة، وتأكد أنه الخطأ مش منك، لا تحس بالاعتذار أو بالسوء، أنت ما عليك إشي، تمام؟ يعطيكم العافية حبايبي، وإن شاء الله بشوفكم بالتحدي القادم، مع السلامة.